للحديث عن خطورة هذا القانون أستضيف معي المحامي ربيع إغبارية، وهو محام في مركز عدالة. أهلا بك ربيع. ربيع، ما خطورة هذا القانون على الحق الأساسي في خصوصية المواطن؟ أهلا مريم، وأهلا طبعا لكل المشاهدين والمستمعين. القانون هذا هو مثل ما بنعرف هو مش موضوع جديد، يعني ببداية الكورونا كمان تم استخدام الشباك جهاز الأمن الإسرائيلي لتتبع حالات الكورونا، ولكن اللي اختلف كمان هاي المرة بعد بشهرين من بداية استخدامه هو سن قانون عن طريق الكنيست اللي بيسمح باستخدام هذا القانون، بيسمح للحكومة عمليا إنها تستخدم الشباك كآلية آلية في محاربة فيروس كورونا. هلا المشكلة الأساسية في هيك استخدام هو أصلا إنه مثل ما ذكرنا، يعني موضوع الخصوصية هو إحنا ما بنعرف، الشباك هو جسم معتم، جسم اللي ما معروف شو آلياته أساسا وكيف بيتم التعامل مع هاي المعلومات اللي بيتم جمعها. والخطورة هي أيضا بأنه يكون في سابقة لاستخدام أجهزة مثل الشباك للتنصت ولجمع المعلومات والحفاظ عليها بالمستقبل ممكن، اللي هي أبعد من إيش إحنا عهدنا لحد اليوم. طيب هذا القانون عمليا كما تقول أنت يخدم نوعا ما السياسة الإسرائيلية ومصالح معينة في السياسة الإسرائيلية، ما هي هذه المصالح وما هي السياسة التي يخدمها هذا القانون؟ يعني فعلا الواحد إذا بتتبع كيف كان النقاش السياسي الإسرائيلي الداخلي على حول الشباك وغيره من قضايا كمان في فترة الكورونا، بيشوف إنه في هون خلاف اللي بدي مع بداية موجة الكورونا بين الحكومة الإسرائيلية وبين الكنيسة البرلمان الإسرائيلي على مين هو المخول في اتخاذ الصلاحيات بأي فترة زمنية. والموضوع طبعا وصل للمحكمة العليا أيضا، اللي هي خلاف على تجزئة وتقسيم الأدوار في الحكم. المحكمة العليا، المحكمة العليا ربيع بس شغلي، المحكمة العليا طالبت، ربيع بس نقطة صغيرة للتوضيح، المحكمة العليا طالبت بتشريع هذا القانون أليس كذلك؟ نعم، فوصل الموضوع مثل ما حكينا بالبداية كانت كل الأوامر هي مشتقة من قرارات الحكومة في حال الطوارئ. ببداية الكورونا احنا بنحكي على شهر 3 و4، بنهاية 4 المحكمة أصدرت قرارها المحكمة العليا بعد التماس عدالة اللي بتجبر البرلمان انه يتخذ قرارات شاملة بهذا الموضوع. والسياسة الموجودة هون هي طبعا السؤال إلى أي حد ممكن المس في الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية. طبعا احنا بنعرف انه هذا جهاز يعني مش بس بمس في حق في الخصوصيه، انما كمان ممكن يجمع معلومات وما في اي نوع شفافيه او محاسبه او يعني اي ادوات ثانيه اللي فيها الواحد يضمن انه المس في هاي الحقوق هو محدود لموضوع الكورونا. وطبعا الاليات اللي تم اتخاذها بعد ما المحكمه العليا اعطت قرارها هو لشهرين تقريبا ما تم سن هيك قانون، واحنا اللي عم نشوفه انه مجرد في الاسبوع الاخير مع الحالات اللي ازدادت بسرعه تم اللجوء لهيك اليه، رغم انه ولا باي دوله ثانيه في العالم في جهاز اللي هو جهاز امن يعني غير شفاف اللي بيتم استخدامه لاهداف يعني. وهذا سؤالي ربيع، هل لا يوجد بديل مدني نقول يعني ممارسه او لتعقب وراء مرضى كورونا كما يحدث في العالم، في دول العالم اخرى؟ طبعا في بديل مدني وهو يعني موجود في كل العالم، وهو استخدام تطبيقات وشرح وتفاعل من الجمهور. ولكن احنا عم نشوف هون بنهاية المطاف لجوء لآليات اللي هي آليات غير شفافة، مش مفهوم شو استخدامها ومش مفهوم بالضرورة كيف هي تحت ذريعة الكورونا ممكن توسع إمكانية اللجوء لهاي الآليات اللي هي مش آليات طبعا مدني ومش خاضعة لأي رقابة من قبل أو محاسبة يعني. فبالتالي احنا عم نشوف هون توسيع لصلاحيات الشباك لاستخدام أدوات اللي ممكن تجمع معلومات عن كتير ناس، ممكن لمحاربة الكورونا، ولكن ممكن أيضا
تنتج سوابق إضافية. نعم، المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، شكرا لك.